النشرة المسائية من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. نزل الفلسطينيون في غزة بكثافة إلى الشوارع والمناطق التي كانت عرضة للعدوان الإسرائيلي على مدى 20 يوما، وانتشلوا أكثر من 100 جثة، مما رفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 1000 والجرحى إلى أكثر من 6000. وتم ذلك خلال الهدنة الإنسانية ل12 ساعة، والتي تنتهي بعد قليل عند 8، والتي طلب مؤتمر باريس بتمديدها ل12 ساعة أخرى، غير أن حكومة نتنياهو وافقت على 4 ساعات إضافية فقط، ولم يتوصل المؤتمر إلى حل يوقف العدوان الإسرائيلي في وقت يعود مجلس الأمن الدولي إلى مشاوراته حول الورقة الأردنية المقدمة باسم العرب. وقد استدعت الخارجية المصرية القائمة بالأعمال التركي احتجاجا على تصريحات لأردوغان طالت الموقف المصري، تزامنت مع استئناف الطيران التركي رحلاته إلى مطار بن غوريون في مناسبة الهدنة الإنسانية. وفي بيروت تضامن المجلس النيابي مع الشعب الفلسطيني وأيضا مع مسيحي الموصل بجلسة تميزت بعدم مقاربة الكلمات للوضع المحلي والاختلافات القائمة، باستثناء الدعوة إلى انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في الوطن العربي كما قال الرئيس تمام سلام. الرئيس نبيه بري لخص الموقف النيابي من شأني غزة والموصل بدعوة المحافل الدولية والإسلامية والعربية للتدخل والعمل على وقف إرهاب إسرائيل وداعش. تمكنت مشاهد الإرهاب في غزة كما في الموصل من جمع نواب المجلس النيابي في جلسة عامة تضامنية، أعلن في ختامها رئيس المجلس نبيه بري توصيات تضامنية مع الشعب الفلسطيني إزاء الإرهاب الإسرائيلي ومع مسيحيي الموصل وجوارها حيال الجرائم التكفيرية وممارسات داعش الهمجية. يدعو إلى اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين كمجرمي حرب على جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة والاعتداء على حقوق الإنسان في كافة المناطق الفلسطينية. يدعو مجلس الأمن الدولي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات الدولية والإسلامية والعربية والجهوية إلى التحرك الفوري من أجل لجم تمادي هذه المجموعات في جرائمها المتنوعة وخصوصا جريمة التهجير. الرئيس بري دعا إلى إنشاء مجلس عربي أعلى للجم الممارسات التكفيرية. كلمة الرئيس سلام تميزت بوصفه المسيحيين بالأسياد مثل المسلمين وقوله إنهم ليسوا في ذمة أحد. صرخة استنكار أطلقها رئيس الحكومة تمام سلام رفضا للممارسات العدوانية في غزة وفي الموصل، لافتا إلى أن التضامن مع مسيحيي الموصل يقتضي انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في عالمنا العربي، أما الفلسطينيون فهم أصحاب حق، معلنا التضامن الكامل معهم في نضالهم لإقامة دولتهم المستقلة. وبإيصال رسالة إلى المنطقة والعالم بأن اللبنانيين وعلى رغم كل الأزمات التي مروا بها حريصون على التنوع الديني والمذهبي القائم في بلادهم ومتمسكون به لأنه هو من يعطي لبنان معناه الفريد. أيها الزملاء، إن المسيحيين ليسوا طارئين على هذه الأرض، لهم ملحها وأهلها تماماً كما هم المسلمون. إن المسيحيين ليسوا في ذمة أحد ولا يحتاجون إلى حماية من أحد، إنهم أسياد المكان تماماً كما هم المسلمون. الرئيس سلام أكد أن مجلس الوزراء قرر إرسال مذكرتين إلى المحكمة الدولية الجنائية للمطالبة بالتحقيق في الجرائم المعادية للسامية التي ترتكبها إسرائيل. كلمة النواب أكدت التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للجرائم الإسرائيلية منذ العام 1948، كما أكدت على إدانة تهجير مسيحيي الموصل الذين هم في أساس الوجود المسيحي، مشددة على العيش الواحد.
مجمل الكتل النيابية أعلنت تضامنها الكامل ضد الإرهاب سواء كان مسرحه غزة أم الموصل. رئيس كتلة الإصلاح والتغيير العماد ميشيل عون تساءل أين الغرب مما يجري في العراق من تهجير ومجازر، معتبرا أن في الصمت مؤامرة. الرئيس فؤاد السنيورة لفت إلى أن الإرهاب أنتج متطرفين، مضيفا ليس صحيحا أن التدخل في سوريا والعراق بهدف حماية الناس، مشددا على أن ما تقوم به داعش لا علاقة له بالإسلام. النائب ميشيل موسى ألقى كلمة كتلة التنمية والتحرير وطالب بمبادرات رسمية حكومية وبرلمانية استثنائية عبر البعثات اللبنانية الدبلوماسية لفضح جرائم الإرهاب. النائب مروان فارس رأى في جرائم داعش وجها آخر للحرب الإسرائيلية. النائب علي فياض لفت إلى أن ما يجري في غزة يؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة العدو الإسرائيلي، داعيا كل القوى إلى الوحدة لمواجهة الإرهاب. كلمة اللقاء الديمقراطي ألقاها النائب غازي العريضي لافتا إلى أن استهداف المسيحيين هو ضرب التنوع ويعني الدخول في صراعات مذهبية قبلية خدمة لإسرائيل. النائب جورج عدوان شدد على وجوب أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه في دولة مستقلة، مضيفا أن المسيحيين لا يختصرون بكلمة بل هم حبر الأبجدية. وكان النائب ألاعون وصل مرتديا قميصا كتب عليه حرف نون في إشارة إلى الإرهاب الذي يرتكب بحق مسيحيي الموصل. النائب دوري شمعون وإذ شدد على الوقفة التضامنية دعا لانتخاب رئيس مسيحي، الأمر الذي يعزز الدور المسيحي في المنطقة. النائب عماد الحوت قال إذ لم نتعاون على سد الفراغ سيأتي من يملأه كداعش، إشارة إلى أن وفدا فلسطينيا ضم السفير الفلسطيني وممثلين عن كافة الفصائل شارك في الجلسة شاكرا للبنانيين لفتتهم التضامنية. وضعوا خلافاتهم جانبا واجتمعوا تحت قبة الصرح الذي هجروه لقول كلمة واحدة: لا للهمجية إسرائيلية كانت أم داعشية. يبقى أن يتضامن أركان هذا الصرح المؤسسة مع أنفسهم وأن يسارعوا إلى تحصين مؤسساتهم الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. من ساحة النجمة توفيق بجاني، نوال الأشقر، تلفزيون لبنان. الجمرة لا تحرق إلا مكانها، ومكانها الآن في غزة، ونعتذر سلفا عن المشاهد القاسية واللا إنسانية. وسيم عرابي. هل هذا هو الإرهاب الذي تريد إسرائيل ضربه في غزة؟ وهل اختلطت عليها معالم الطفولة وبراءتها؟ لا شيء مستغربا، فعمر حقدها من عمر وجودها. مع سريان مفعول الهدنة الإنسانية القصيرة في قطاع غزة تكشفت أكثر تفاصيل مشهد يعكس صورة الهمجية الإسرائيلية. ساعات الهدنة سمحت للفلسطينيين هنا بانتشال أبنائهم، عائلات كثيرة أبيدت بأكملها وأكثر من 100 جثة انتشلت من تحت الأنقاض، غالبيتهم أطفال قضت الحرب على أحلامهم قبل ولادتها، فلم تفرق بين الطفل والمقاتل كما لم تفرق بين المتاريس وبيوت الغزيين. ولد ابني وابني يما، ولد ابني وابني 21 نفر وقف الإصابات يما، إخواني راحوا، أبوي وأمي حرمونا الله يحرمكم. بالأمس واليوم تضرب إسرائيل التاريخ وكل الأنبياء والديانات والإنسانية وكل المفاهيم السامية في صميمها. الإرهاب ليس سوى حرف في أبجديتها الإجرامية اللامتناهية. أقل من نصف ساعة وتنتهي الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ منذ 8 صباحا، ومؤتمر باريس طالب بتمديدها 12 ساعة أخرى، وحكومة نتنياهو وافقت على تمديدها 4 ساعات. أطفأت القوات الإسرائيلية محركات آلياتها، وكذلك هدأت صواريخ كتائب القسام بعد دخول الهدنة الإنسانية بوساطة أممية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ صباح السبت بعد موافقة الفريقين عليها 12 ساعة. لكن الإسرائيلي أكد أن قواته سترد إذا تعرضت لهجوم أو في حال إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل. إنما القوات الإسرائيلية لم تتوانى عن خرق الهدنة الإنسانية وأكملت عدوانها في الساعة الأولى من الهدنة، وقتلت 20 فلسطينيا بين أطفال ونساء ورجال في خان يونس جنوب قطاع غزة.
هذه الهدنة التي أتت بعد استشهاد نحو 900 فلسطيني منذ بدء العملية العسكرية لا تعني عودة سكان المناطق التي دعا لإخلائها الجيش الإسرائيلي إلى منازلهم، ولكنها سمحت للفلسطينيين بانتشال جثث ضحاياهم بعيدا من أصوات القصف والرصاص، وقد فاق عدد الذين تم انتشالهم من تحت الركام 100. أما هنا فكانت للنازحين قراءتهم الخاصة حيالها. وين تهدئة إسرائيل؟ تهدئة إسرائيل كذابة. إسرائيل تعطيك تهدئة أو بعد هيك إيش بتسوي؟ قبل ما أنت تقول أنت خلص، أنت حسيت شوية بأمان تروح تطمن على أهلك على أصحابك على جيران. إذا في ولد مع السرعة بتسيبه وراك ما بتلحقش أنك تطمن، بقتلوك في مطرحك. لحد ما قالوا في تهدئة 12 ساعة سحبنا حنا وجراي كلنا، يعني ماشي بدنا نروح علشان التهدئة هذه، بدنا نتنفس يعني، والعرب نايمين قاعدين هنا، الرؤساء والملوك والمشاعر يعني حرام عليهم. في المقلب الآخر أعلن الجيش الإسرائيلي تخطي عدد قتلاه 37 بين جندي وضابط، فيما كانت كتائب القسام أعلنت مقتل 10 جنود إسرائيليين في مكمن نصبته لهم في بيت حنون شمال غزة. بموازاة ذلك شهدت الضفة الغربية حركة احتجاجية في الساعات الماضية سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية أسفرت عن 200 جريح وفق مصدر طبي. من جهة ثانية أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن جهاز شباك يستعد لتشويش وصول رسائل نصية وبيانات كاذبة إلى الإسرائيليين وعرقلة شل مواقع الإنترنت، وذلك ردا على العمليات العسكرية في غزة. ويأتي هذا التأهب استعدادا ليوم القدس الذي تنظمه إيران. سياسيا، وجه وزراء خارجية الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر الذين اجتمعوا في العاصمة الفرنسية باريس دعوة إلى كل من إسرائيل وحماس لتمديد الهدنة التي استمرت 12 ساعة ابتداء من صباح اليوم. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد أوضح أن الهدف من المحادثات هو جمع الجهود الدولية حتى تتهيأ أوضاع لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن. وفي وقت سابق أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يعمل ضمن المبادرة المصرية عن ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق يمدد وقف إطلاق النار على الرغم من الإخفاقات. يأتي ذلك غدا رفض إسرائيل اقتراح بشأن وقف طويل الأمد لإطلاق النار فيما بقيت حماس عند موقفها القاضي بعدم قبولها بأي هدنة طويلة الأمد لا تؤدي إلى رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ العام 2007. عثرت مخابرات الجيش اللبناني في خراج بلدة كفر حمامة الحدودية على بقايا صاروخ كان أطلق أمس من منطقة راشية الوادي، وكان الجيش اللبناني قد عثر في منطقة بيت لهيا راشية مساء أمس على 3 منصات لإطلاق الصواريخ. نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. بعد استقالة 6 أعضاء جدد قبل 4 أيام، المجلس الشرعي الإسلامي دعا باقي أعضاء المجلس إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية. نوه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي عقد برئاسة نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي بالموقف والاستقالة لبعض الشخصيات من المجلس الذي عينه مفتي الجمهورية، داعيا باقي الأعضاء إلى اتخاذ قرارهم الإسلامي والوطني ووضع حد لبوادر التنازع الذي يتناقض مع المصلحة الإسلامية والوطنية. اطلع المجلس من اللجنة المكلفة بالإعداد لانتخاب مفتي الجمهورية على الجهود الحثيثة التي بذلت من كافة الأطراف لتصحيح المسار في دار الفتوى وتهيئة المناخ لإتمام هذا الاستحقاق في أقرب فرصة يراها دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام مناسبة ليعود لدار الفتوى دورها الإسلامي الجامع والوطني الشامل. ثانيا، تمن المجلس الشرعي عاليا الموقف والاستقالة لبعض الشخصيات من المجلس المفترض الذي عينه مفتي الجمهورية، داعيا بقية الأخوة لاتخاذ قرارهم الإسلامي والوطني والانضمام إلى مسيرة وحدة الموقف الإسلامي ووضع حد نهائي لبوادر التنازع المصطنع الذي يتناقض كليا مع المصلحة الإسلامية.
ورأى المجلس أن العدوان على غزة هو إجرامي وفكر عنصري معاد لكل القيم الإنسانية، وناشد الدول العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى العمل على إنصاف الشعب الفلسطيني والمبادرة سريعا لوضع حد للعدوان. جولة لنائب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان على رأس وفد على المسؤولين اللبنانيين، مؤكدة من جهة استعداد إيران لوضع مذكرات التفاهم الثنائية موضع التنفيذ، ومشددة من جهة ثانية على عدم السماح بأن يستمر الكيان الصهيوني في عدوانه. اللهيان أكد للسيد نصر الله توفير الدعم للمقاومة في لبنان وفلسطين. موقف إيراني من ما يحصل في غزة أطلقه نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية حسين أمير عبداللهيان في خلال لقائه المسؤولين اللبنانيين في بيروت، مثمنا بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته لعقد جلسة نيابية لمقاربة التطورات في غزة، وأكد من جهة ثانية استعداد إيران لوضع كل مذكرات التفاهم الثنائي بين لبنان وإيران موضع التنفيذ، كما تم تداول في قضية الإمام المغيب موسى الصدر، وتطرق البحث في خلال اللقاء إلى ما يحصل في العراق، مؤكدا أن داعش تنظيم تكفيري إرهابي متطرف وإسرائيلي. ونحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نوجه رسالة استنكار وإدانة شديدة تجاه الأعمال التعسفية والعدوانية التي قام بها تنظيم داعش في الموصل في العراق، ونحن نعتقد أن الواجب الأخلاقي يملي على كل دول العالم وشعوبها أن تنمري للقيام بحركة جماعية ومنسجمة من أجل مساعدة العراق حكومة وشعبا في مجال تصديه للإرهاب. عبد اللهيان عرض التطورات في لبنان والمنطقة مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في حضور سفير إيران في لبنان محمد فتح علي، ومع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تم التطرق إلى الأوضاع في المنطقة. وقد أعرب عبد اللهيان عن تقديره للبنان في مجال متابعة وملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مؤكدا أن إيران تبذل كل الطاقات والإمكانات المتوافرة للحؤول دون استمرار المجازر الوحشية الإسرائيلية في غزة، مبديا تعجبه واندهاشه حيال هذا الصمت المشبوه الذي يبديه بعض الأفرقاء والدول تجاه هذا العدوان الهمجي. وأود أن أؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بكل قوة وثبات المقاومة في فلسطين والمقاومة في المنطقة بشكل عام، ونحن لن نسمح بأي شكل من الأشكال أن يتمكن الكيان الصهيوني من خلال الاستمرار في عدوانه الهمجي على قطاع غزة أن يتمكن من تحقيق الآمال والتطلعات الظالمة والغاشمة التي يرمي إليها. وضمن المواضيع التي تم التطرق إليها الملف المتعلق بالدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المفقودين في لبنان في خريف 1980، وثمن عبد اللهيان المساعي التي بذلت من قبل الحكومة اللبنانية في هذا المجال. الرئيس تمام سلام في حديث صحفي علق على مسألة حزب الله وسوريا، لافتا إلى أن هناك فجوة بين موقف الحكومة وسياسة النأي بالنفس وبين واقع انخراط الحزب هناك. رئيس الحكومة تمام سلام أبدى ارتياحه للنتائج التي أسفرت عنها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. لقد قررنا المضي في تحمل مسؤولياتنا بمقاربة الأمور الملحة والضرورية عبر اعتماد التوافق في اتخاذ القرارات وعدم التصويت، ذلك على رغم أن بعض القوى لجأت في مرحلة معينة إلى التعطيل، ولكن هذه الصيغة ليست عرفا جديدا بل مقاربة جديدة واستثنائية لظرف استثنائي، وإذا تعثرت فقد يكون التصويت في مجلس الوزراء أحد الخيارات التي ستعتمد. وأضاف في حديث صحفي: على القوى السياسية أن تتوافق إذا أرادت إجراء الانتخابات وفقا لأي قانون تريد، وفي حال كان هناك قرار بالمضي في الانتخابات فالانتخابات ستحصل. وعن الوضع الأمني أكد أن هناك تماسكا في الوضع الأمني آملا في أن يترسخ من خلال متابعة حثيثة ومن خلال وضع حد لبعض الظواهر الشاذة أبرزها عمليات الخطف في البقاع الشمالي والذي يشكل تحديا للخطة الأمنية إذا لم تتم معالجته جذريا، وهذا يتم من خلال استمرار التنسيق بين المرجعية السياسية والقوى الأمنية والعسكرية التي اطلعت بدورها لوضع حد لكل خلل أمني. وعن انخراط حزب الله في سوريا وتأثيراته ذكر بأن الحكومة أقرت بكل مكوناتها في بيانها الوزاري مبدأ النأي بالنفس عما يحصل في سوريا، موضحا أن هذا لا يمنع أن هناك فجوة بين الموقف والواقع، وهذه الفجوة.
رئيس الحكومة تمام سلام التقى المجلس الشرعي الإسلامي برئاسة نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي، وتناول مع حبيب فرام التطورات في لبنان وما حصل للمسيحيين في الموصل. تقدم الرئيس سعد الحريري بالتهاني إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر المبارك، وسأل الله أن تحل الأعياد المقبلة ويكون لبنان قد تجاوز مرحلة القلق والفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وينعم بمزيد من الأمن والاستقرار، ويتحقق التلاقي بين جميع أبنائه لما فيه المصلحة الوطنية اللبنانية العليا. وأعرب الرئيس الحريري عن ألمه الشديد لتزامن حلول العيد المبارك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، مؤكدا تضامنه الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني لإنهاء هذا العدوان ليتمكنوا من العيش بكرامة، وتمنى كذلك أن تتوقف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء ارتكابات وفظائع الأسد الدموية كما قال، ويتمكن العراق الشقيق من تجاوز أزماته وإعادة ترسيخ وحدته على أساس الشراكة والتفاعل بين جميع مكوناته، وأن يعم الأمن والاستقرار الوطن العربي بأكمله بحسب بيان مكتب الرئيس الحريري. وزير العدل الأشرف ريفي أشاد بمعالجة مجلس الوزراء للأسماء الموجودة ضمن لوائح الإخضاع، مشيرا إلى أن هنال إجماع كل الوزراء الذين أكدوا على ضرورة إلغاء وثيقة الاتصال ولوائح الاتصال. لا خوف على الخطة الأمنية في طرابلس والطرابلسيون، وعن لأهمية انتقالهم من مرحلة الدمار والموت العبثي إلى الأمن والاستقرار. الكلام لوزير العدل اللواء أشرف ريفي في حديث لتلفزيون لبنان. ريفي تطرق إلى موضوع الأسماء الموجودة ضمن لوائح الإخضاع. في مرحلة لاحقة طرح وزير الداخلية كذلك الأمر الأسماء الواردين على لوائح الإخضاع تبع الأمن العام، ثم بعدين عقد اجتماعات عديدة جدا، بعض برئاسة رئيس الحكومة، البعض منا بتيار المستقبل عند نواب ووزراء برئاسة رئيس فؤاد سنيورا، إلى أن تكللت باجتماع الأخير بجدة مع رئيس سعد الحريري لبارك الخطوات وشجعها وأيدها ودعمها، وطرحت بعدين نقطتين أساسيتين بمجلس الوزراء لتقريبا كل الوزراء أجمعوا على ضرورة إلغاءها وأخذت إجماع الكل. إذن أنهينا نقطتين أساسيتين هي أسماء لوائح الاتصال، أسماء لوائح الإخضاع، يبقى عندنا سجن الريحانيين. ريفي شكر مجلس الوزراء لموافقته على 3 مشاريع إنمائية لطرابلس والشمال، وأكد للزميل عبد الكريم فياض أن نجاح الخطة الأمنية سيترافق مع نهوض اقتصادي للمدينة. النائب وليد جنبلاط يؤكد أننا انطلقنا في تعيينات الجامعة اللبنانية من مبدأ الكفاءة. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أكد أن معركة الجامعة اللبنانية معركة الفقراء والمحتاجين، وانطلقنا في التعيينات من مبدأ الكفاءة. وأسف جنبلاط لأن بعض القوى السياسية اعتمدت في موضوع الجامعة البزارة السياسي ومقياس الالتزام الحزبي. كلام جنبلاط ورد في خلال استقباله في المختارة عميد كلية الصحة الدكتور بيير يارد على رأس وفد كبير من قرى وبلدات الشوف، ضم آباء ومشايخ شكروا جنبلاط على دعمه بتعيينه في منصبه. بعض القوى السياسية بتأسف أن بعض القوى السياسية اختارت المقياس الالتزام الحزبي، احنا اخترنا الكفاءة ونجحنا يعني وطنا الطوع من شان الجامعة اللبنانية، مش مستقبل الأجيال لأنه فيها الكلية ناجحة. فضل بالتفيار. وكان جنبلاط قد التقى وفودا وشخصيات عدة من مختلف قرى الجبل في إطار استقبالاته الأسبوعية، أبرزها من بلدات بيصور وعنقني والباروق وكفر نبرخ في حضور الوزير أكرم شهيب والنائب نعمي طعمي. وزير التربية الياس أبو صعب دعا عمداء الجامعة اللبنانية المعينين حديثا في مجلس الوزراء إلى إبعاد التدخل السياسي عن الجامعة اللبنانية. على الرغم إقراره أن الطريقة التي تم التعامل فيها مع الجامعة اللبنانية في الأشهر الثلاثة الماضية كانت طريقة للإنقاذ، أكد وزير التربية الياس أبو صعب العمل على استقلالية الجامعة اللبنانية، ولفت في خلال لقائه مجلس الجامعة والعمداء الجدد المعينين إلى أنه لن ينشر أسماء الأساتذة المتفرغين في وسائل الإعلام تطبيقا للآلية المتبعة برفع اللائحة النهائية إلى الجامعة اللبنانية. طلبت من العمداء أن قد ما فينا نبعد التدخل السياسي من الجامعة اللبنانية، ووعدتهم أنه راح نضل نشتغل بمجلس الوزراء لنعيد كامل صلاحية مجلس الجامعة للجامعة اللبنانية، لأنه هيدي الجامعة من المعيب
أنه مجلس الوزراء يتدخل فيها بالشكل اللي تدخل فيها بالمرحلة الماضية. مش مفروض بقى نجي على مجلس الوزراء لحتى نفرغ أساتذة، مفروض من مجلس الجامعة من هلأ ورايح هو بيحط الآلية المناسبة، وهو اللي بيفرغ أساتذة حسب كفاءتهم وحسب خبرتهم، مش حسب طائفتهم أو حسب الانتماء السياسي تبعهم. أما رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين فقد شدد على أن الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن التي لا تخضع للحسابات الطائفية، متحدثا عن الأساتذة المتفرغين. الأسماء المدرجة لم تأتي من خارج لبنان ولم تسقط علينا من الفضاء، هؤلاء أساتذة جامعيون من الجامعة اللبنانية، بعضهم درس أكثر من 6 أو 7 أو 10 سنوات، هم مجربون. كل الأسماء الموافق عليها من قبل مجلس الجامعة بتشكيلته الحقيقية الأخيرة اللي هي وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة، تخضع بعد ذلك على الرغم من موافقة مجلس الوزراء إلى إقرار من قبل الجامعة وفق الأصول. وكان تأكيد على أن هذه المرحلة هي مرحلة النهوض بجامعة الوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة. حان الآن موعد أذان المغرب في توقيت بيروت. نتمنى أفطارا هنيئا للصائمين. رأى عضو كتلة القوات اللبنانية أنطوان زهرة أن في لبنان من يرتهن لمشروع غير لبناني وغير عربي، لأن هناك في لبنان من يعني هواه الشخصي عن المصلحة الوطنية. كلام زهرة جاء خلال تمثيله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الاحتفال السنوي الذي أقامته منسقية جبيل بمناسبة الذكرى 9 لخروج جعجع من المعتقل تحت شعار لرئاسة من ثورة الأرز وحلم الشهداء. من يدعي الحرص على المسيحيين وحقوق المسيحيين والوجود المسيحي في لبنان والشرق يضرب آخر رمز من رموز الفاعلية المسيحية اللي هو رئيس الجمهورية اللبنانية، لأنها لا تقدم له على طبق من فضة. ولهيك أنا أسأل وأعيد السؤال وما تأخذوني اللي سمعوني قبل هلا، شو الفرق بين أبو ما بعرف شو البغدادي اللي أعلن حاله خليفة، أبو بكر البغدادي، وطلب من الناس يبيعوا، وبين من يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية إلا إذا وافق مجلس النواب على مبايعته؟ هذا فكر واحد وأنت غيرت الهوية، هذا فكر إلغائي لا يعترف بالآخر. ما الهدف من تأسيس صندوق الاستثمار لمدينة طرابلس والذي أطلقه الرئيس ميقاتي؟ الفقرة الاقتصادية مع ندى الحوت. الرئيس ميقاتي أطلق من غرفة التجارة والصناعة في مدينة طرابلس صندوق استثماري للمدينة بقيمة 25 مليون دولار. لماذا أنشئ هذا الصندوق في هذا التوقيت بالذات، وما هي الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمدينة؟ أستاذ عادل، لماذا أنشئ هذا المشروع وأدي بيخلق فرص عمل للشباب في مدينة طرابلس؟ المدينة تطلب يعني مساعدة ودعم اقتصاديا لمحاربة البطالة وخلق حركة اقتصادية بالبلد. إذا هذا الصندوق الفكرة، وهي فكرة فريدة من نوعها، أنه نخصص هالمبلغ للاستثمار والمشاركة مع أصحاب المشاريع المنتجة ومع الشباب اللي بيجي لعنا بأفكار لخلق شركات، أو مع مؤسسات موجودة بس محتاجة لرسمال لحتى تنمو بسرعة أكتر. في مؤسسات خسرت يعني بالأحداث اللي مرقت فيها طرابلس في الآونة الأخيرة، هل هناك دعم للمؤسسات اللي خسرت أنه ترجع تعود أو ترجع تعملها مثل يعني درس للمخاطر اللي مرقت فيها؟ وطبعا اذا مؤسسات يعني خسرت بالاحداث او تعثرت بالماضي بس اجوا لعنا بمشروع او بافكار او بمخطط ممكن يحقق نمو وممكن يحقق فرص عمل وممكن يربح بالمستقبل، ما في شيء بيمنع انه ندرس هالمشروع مثل اي مشروع تاني. ايمتى رح تبلشوا بتنفيذ الخطه؟ يعني التعليمات من رئيس ميقاتي انه نبلش من هلا يعني، ونحن طبعا مستعجلين لحتى بعد ما اطلقنا المشروع انه نباشر بالعمل بسرعه. طبعا في هيكليه للصندوق وفي وظائف يعني
مطلوب منا انه نخلقها ضمن الصندوق حتى نقدر نتعامل مع الطلبات ونقدر نعمل الدراسات بطريقة متينة. بس ان شاء الله نحن الهدف انه نبلش باسرع وقت ممكن، نبلش نعمل دراسات للمشاريع او للشركات اللي بتحتاج للراس مال او للاستثمار، ونباشر بالاستثمار باسرع وقت ممكن. يعني استاذ عادل، ان الاوان لتوحيد الجهود على المستوى الاقتصادي بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بعيدا عن تكريس مواقع نفوذ سياسيه ضيقه. نهاية النشرة، شكرا لحسن متابعتكم، وملتقانا يتجدد عن 11:30.